كريم السودان يدعو جميع الأطراف في ليبيا لوقف الاقتتال. دعت الحكومة السودانية يوم الجمعة جميع الأطراف في الشقيقة ليبيا لوقف الاقتتال والعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف العملية السلمية التي تحظى بدعم المجتمع الدولي. وأعلنت الخارجية السودانية عن قلقها ومتابعتها باهتمام للمواجهات العسكرية الدائرة الآن بالقرب من العاصمة طرابلس. وقالت الخارجية في بيان صادر عنها إن السودان ظل يبذل ما بوسعه لمساعدة الأشقاء في ليبيا لتأمين حدودهم الجنوبية، ويسهم مع الآخرين في البحث عن الحلول السلمية، ليعيد التأكيد بأن الاقتتال لن يؤدي إلا لمزيد من معاناة الليبيين وتهديد السلم والأمن الإقليميين. صحيح، والحديث عن يعني جهد السودان في سلام ليبيا يمكن هو حديث ممتد لاتفاقيات مختلفة وأيضا يعني بصمات مختلفة لدعم السلام في ليبيا، ولكن الآن نتحدث عن هذه المواجهات العسكرية إلى يمدى يمكن أن تؤثر على الواقع ولا يمدى يمكن أن تؤثر إقليميا. هو واضح جدا أنه اللواء حفتر استغل الظروف التي تمر بها دول الجوار، أنه بدأ حملة جديدة في لمحاولة السيطرة على جزء أكبر من الجماهيرية الليبية. والسودان كان من قبل يعني من سنوات منذ بداية الاقتتال كان عنده يعني مبادرات عديدة، كان عنده برضه مبادرة بتاعت الجوار الليبي، لكن في آخر اجتماع عقد أظن في القاهرة أبعد السودان، وهذه كانت يعني محل نظر ليه السودان أبعد وهو الأكثر قدرة على المساهمة في الاستقرار. من واضح انه الاقليم فيه تحركات مختلفة وفي محاولات لعزة السودان ومحيطه بعد ان قدم تجربتين ناجحتين، التجربة الاولى في سلام جنوب السودان، التجربة الثانية ايضا في سلام افريقيا الوسطى. في يعني في محاولات لعزة السودان حتى لا يعني يحصد ثمار ذلك، لان السودان كان متهم انه بتاجيج الصراعات في دول الجوار ومشاركة في دعم حركات متمردة في دول الجوار. الآن يقوم بدور يعني لم يسبق عليه الآخرون، يعني نجح في كفكفة الدماء والدموع في جنوب السودان، ونجح أيضا في كفكفة الدماء والدموع في أفريقيا الوسطى. يعني دور السودان لن يتوقف مهما حاول الناس، لأنه ارتباطات السودان حدوده مع ليبيا ممتدة، له برضو يعني صلات قديمه مع قيادات العمل في ليبيا الان، هم الذين يعني يتولون المستوى السياسي. على المستوى السياسي